الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي لقاء متجدد من لقاءات العلم في دراسة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتدارس عددًا من الأحاديث من خلال قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجة في عليين، أمين، وجزاه عنا خير الجزاء، أمين. نواصل بذلك ما ابتدأنا به في قراءة كتاب الصلاة، ولعلنا إن شاء الله أن نختم هذا الكتاب في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا. تفضل بالقراءة، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج يوم العيد الفطر والنحر أمر بالحربة فتركز قدامه بين يديه في يصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وفي رواية والعنزة تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. قوله في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد، وكان يخرج في أول النهار، وصلاة العيد كانت تصلى بعد شروق الشمس، وقوله هنا كان إذا خرج يوم العيد فيه دلالة على مشروعية أداء صلاة العيد خارج البنيان، كما كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أمر بالحربة، الحربة نوع من أنواع السهام كبير، بحيث يكون له عصا طويلة ولها رأس حديدي مدبب، ففي هذا الاستتار خلف الحربة بالنسبة للمصلي، وفي هذا دلالة على مشروعية وضع السترة بين يدي المصلي. وفي الحديث دلالة على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإنه كان يضع حربة أمامه صلى الله عليه وسلم ويكتفون بذلك له ولمن خلفه. وفي الحديث دلالة على أن السترة تكون بين يدي المصلي، وقد ورد في سنن أبي داود أنه كان يميلها عن وجهه قليلا، لكن ذلك الإسناد فيه ضعف، ولذا فإن الأظهر أنه يجعل السترة بين يديه أمامه لا يميلها عن وجهه، لأن هذا هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن السترة تكون أطول من الذراع، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه كان يجعل السترة كمؤخرة الرحل. وفي الحديث أن المأمومين يقفون خلف الإمام في صلواتهم، وما سمي الإمام إماماً إلا لكونهم يقتدون به ولكونهم خلفه. وفي الحديث من الفوائد أيضا اتخاذ الحربة في الأسفار، بحيث يستفيد منها في أمور، منها أنه يجعلها سترة بين يديه. في الحديث مشروعية اتخاذ السترة في السفر. وفي الحديث اقتداء الأمراء بالنبي صلى الله عليه وسلم
فيما كان يسير عليه. قوله وفي رواية والعنزة، والعنزة عصا فيها شيء من الغلظة. وقوله تحمل وتنصب بالمصلى أي توقف أمام الإمام ليصلي إليها. وفي هذا حمل العنزة أو الحربة في الأسفار وفي التنقلات وإلى صلاة العيد. وفي ظاهر هذه الأحاديث أن المصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه محراب ولا منبر، وإنما كانوا يصلون في البرية. حسن الله إليكم. قال عن سهل رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين جدار المسجد مما يلي القبلة ممر الشاه. قوله كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جدار المسجد ممر الشاة، فيه بيان المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته. وقوله ممر الشاة قال بعضهم هي بينه وبين المصلي حال قيامه، بحيث إذا أراد أن يسجد تأخر، ولكن الصواب ما عليه الجمهور بأن المراد بالحديث ممر شاة بين موضع سجوده وبين سترته. وفي الحديث جواز الاكتفاء بالجدار وجعل السترة للمصلي. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن الإنسان قد يحسب المسافات بما يعتاده الناس من أمور في حياتهم. أحسن الله إليكم. عن سلمة رضي الله عنه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. قوله كان جدار المسجد عند المنبر، يعني أن المنبر كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قد ورد في حديث سهل السابق رواية كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث بيان المقدار الذي بين المصلي والسترة. أحسن الله إليكم. قال عن يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. في هذا دلالة على جواز وضع أعمدة المسجد وأسطواناته سترة للمصلي بحيث يصلي إليها. وفي الحديث الحرص على جعل المصلي سترة بين يديه يصلي إليها. تحري النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عند هذه الأسطوانة من أجل أن يجعلها سترة يصلي إليها. أحسن الله إليكم. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدرون السواري، ولقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. في هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لصلاة المغرب. وفي الحديث من الفوائد مشروعية السنة التي تكون بين أذان المغرب وإقامتها، وقد قال بمشروعيتها جماهير أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. واختار الإمام أبو حنيفة أن الوقت الذي يكون بعد صلاة العصر يستمر إلى إقامة صلاة المغرب،
ورأى أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي تنفلاً قبل صلاة المغرب، وأن وقت النهي يستمر. وحديث الباب دليل على مشروعية هذه الصلاة، وأن ما بعد أذان المغرب لا يوجد فيه وقت نهي. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. وفي الحديث من الفوائد جواز جعل السارية سترة بين يدي المصلي. وفي الحديث الحرص على جعل المصلي سترة بين يديه يصلي إليها. وفي الحديث الاعتماد على السنة الإقرارية، فإن أنس هنا استدل بكون النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على أداء هذه السنة قبل صلاة المغرب. وفي هذا الحديث دليل على أن الإقرار على طاعة من الطاعات دليل على استحباب ذلك الفعل، فإن السنة الإقرارية على نوعين: إقرار على شيء من العادات، فهذا يدل على إباحة ذلك الفعل، ومن أمثلته إقرار الصحابة على أكل الضب. والنوع الثاني من السنة الإقرارية إقرار على عبادة، فيدل على استحباب ذلك الفعل، ومن أمثلته ما ورد هنا من الإقرار على السنة التي تكون قبل المغرب، ومثله سنة القتل كما في حديث خبيب رضي الله عنه. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الصحابة يتفاوتون في الرتبة، وأن بعضهم أعلى مقاما ورتبة من غيرهم، ولذا قال: رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة التي قبل المغرب ليست سنة راتبة، والفرق بين السنة الراتبة وغيرها أن السنن الرواتب إذا فاتت فإنه يشرع قضاؤها، بخلاف غيرها فإنه لا يشرع قضاؤها. وفي الحديث بيان الوقت الذي يكون بين الأذان، أذان المغرب وإقامتها. وقد اختلف أهل العلم في وقت صلاة المغرب، فكان الإمام الشافعي يرى أن بين غروب الشمس ووقت المغرب مقدار ما تؤدى به 7 ركعات، وبعضهم قال 5 ركعات، والجمهور يقولون بأن وقت المغرب يستمر إلى غياب الشفق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: عن أبي صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قوله هنا: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فيه مشروعية اتخاذ السترة بين يدي المصلي. وظاهر حديث الباب أن هذه السنة التي كان يؤديها أبو سعيد سنة بعدية بعد صلاة الجمعة. وقد ورد أن المصلي يصلي بعد الجمعة
في المسجد أربعة. وفي الحديث أن من اتخذ سترة بين يديه فيمتنع الناس من المرور بينه وبين سترته. وفي الحديث أن المصلي إذا اتخذ سترة بين يديه فإنه يمنع من أراد أن يجتاز بينه وبين سترته التي بين يديه. وفي الحديث أن من أبى فإنه يشدد في دفعه ومنعه من المرور بين يدي المصلي. وقوله فليقاتله ليس المراد بها هنا القتل الذي هو إزهاق الروح، وإنما المراد مخاصبته والوقوف في وجهه، فإنه لم يقل فليقتله وإنما قال فليقاتله أي يخاصمه ويدفعه. وفي الحديث التحذير من مرور من يكون معه شيطان بين يدي المصلي. نعم. أحسن الله إليكم. عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. في الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي، وظاهر الحديث السابق أن ذلك في من جعل سترة بينه وبين قبلته. وفي الحديث سؤال العالم وراوي الأحاديث عما يحفظه من العلم ومن الأحاديث في باب بعينه. وفي الحديث ما كان بين الصحابة من التواصي والتواصل في رواية الأحاديث وطلب العلم. وفي الحديث التشديد في المرور بين يدي المصلي، وقوله هنا لكان أن يقف 40 لم يبين ما المراد بال40، هل هي 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما أو 40 ساعة، ولذا يمر الخبر على ما ورد ولا يفسر بشيء من ذلك، إذ التفسير لهذا اللفظ بشيء من مميزاته يحتاج إلى دليل. أحسن الله إليكم. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وأمامة رضي الله عنها على عاتقه، وكان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها، وإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. قوله هنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامة على عاتقه. وأمامة كانت صغيرة وهي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا العناية بالصغار وحملهم والتلطف بهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بهم. وفي الحديث جواز صلاة الإنسان وهو حامل بعض الأطفال في أثناء صلاته. وفي الحديث أن الحركة التي تكون لمصلحة الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة ولو كثرت، ولذا فإن حمل أمامة ووضعها على الأرض فيه حركة كثيرة، إلا أنها متغاضا عنها لكونها لمصلحة الصلاة. وأبو العاص بن ربيعة بن عبد شمس تزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما
هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجرت معه ابنته زينب، وشارك أبو العاص مع قريش في غزوة بدر فأسر فيها، وافتدته زينب بقلادة كانت قد أخذتها وورثتها من أمها. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم قلادتها إليها، وبقي أبو العاص في مكة حتى السنة السادسة. وفي السنة السادسة نزلت الآيات المتعلقة بعدم جواز نكاح المشركين بالمسلمات وحصول الفرقة باختلاف الدين، فهاجر أبو العاص في بداية السنة السابعة، وكانت زينب لا زالت في عدتها بعد نزول حكم الفرقة، فارتجعها أبو العاص. وقد وقع اختلاف في الروايات هل عادت إليه بالعقد الأول أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد لها. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. أسأله سبحانه علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، كما نسأله جل وعلا للجميع سعادة الدنيا والآخرة ورفعة الدرجة فيهما، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال هذه الأمة، وأن يجمع كلمتها على الحق، وأن ينشر التوحيد والسنة فيها، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.